يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة، يترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديس منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا الطباوي المكرم رئيس الأساقفة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، وشركي في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنبا باخوميوس وأبينا الأسقف المكرم الأنبا سرابمون، ويغفر لنا خطايانا من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامة مع مخافتك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سير شعبك وعن موضعك المقدس هذا، ما الصالحات والنافعات فارزقنا إياه، لأنك أنت الذي عقارب على كل قوات العدو. أشتن تأترية أس سواب الطيب يوتني مبشيرين عم ببنى أس سواب ننخاني لا أعوس إني آخر است إيا نوز فاي غرب بنوتي إن ألي إس نوز ونوه البيس انتا الخن سيس أوه أب ماريا ريف نوتي ناي نان هيتن إبرزيا هيريتي ماري إياتي إتشرم بي شيري أبا بشين أبا بابا فلي نيمن راتي أنت بخريستوس أخن بن باتري يارشيز بابا فتودروس بيارف ما تقرو في جنب فسرونو نم بجفير اللي تطرغو أز بن يوتي سوا بن بي اطرب لي صفا بيخم يزبي بغصود ما يطرو في جنب في اسرنو نم بفكيش فير اللي طرغو ما
تجربة جنب فاس رنوز هيتني ابرز فيا انت تسقط قوس سواب ماريا بشايصة موت نانين بيكو ايبول انت هني النوفي يا زوج سابت ريكا من فضلكم بلاش تسيب دلوقتي، ما تنسوش ان احنا في الدير، ما تنساش ان احنا في كنيسة الدير. بشكر ربنا كتير وبرفع قلبي لربنا من اجل المسؤولية الجديدة اللي ربنا اختار ضعفي ليها، وفي اللحظة اللي أنا فيها دلوقتي بتذكر فيها كل اللي أنا اتعلمت على ايديهم وخدت من تعاليمهم وتربيت على ايديهم بدءا امتدادا إلى الكنيسة اللي اتعلمت فيها كخادم وقبلها كمخدوم، ثم إلى الآباء اللي اتعلمت على أيديهم، نيافة الأنبا سربامون أبونا الحبيب في هذا الدير، دير الأنبا فلي، قول كده على طول لتكن مشيئتك يا رب. لتكن مشيئتك يا رب. وأنا اتعلمت منه هذا الاختبار، ان ليس للانسان ان يعرف طريقه وليس للانسان ان يهدي خطواته. واختبار القديس بولس الرسول اللي قال سلمنا فصرنا نحمل. بحط نفسي في ايد المسيح اللي هو قائد الكنيسه الحقيقي، وبقدم كل المحبة وكل الشكر باسم الكنيسة كلها لأبينا الحبيب نيافة الأنبا بخوميوس مطران البحيرة والتحرير والخمس مدن الغربية اللي أنا اتعلمت في مدرسته واتلمست على أيديه، وقاد الكنيسة في هذه الفترة في هذه الشهور بعد نياحة سيدنا الحبيب مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث. قاد الكنيسة بحكمة وباقتدار، وكان بحق مايسترو لهذه الخط الروحي الجميل. وزي ما شفتوا النهاردة وشفتوا في الأسابيع اللي فاتت إزاي العمل الروحي الصلوات والأصوام كلها وكلمة ربنا إزاي كلها جابت هذا الثمر الكثير. أنا بشكر كل أباء المجمع المقدس، وبشكر كل الأباء والأرخنة في لجنة الترشيحات، وبشكر في صفة خاصة الأباء الـ17 أباء المطرنة والأسقفة والرمضان اللي قدمت ترشيحاتهم. والمجموعة بعد التصفية اللي صاروا 5 أباء أحباء وصلينا ويا بعض ولفينا في أماكن كتيرة، لكن بقدم شكر خاص للأباء الثلاثة اللي كانوا موضوعين في القرعة، وأبي الحبيب نيافة الأنبا رفائيل الأسقف العام، وكان بمثابة ملاك وصديق وحبيب بالنسبة لي، وأبونا الحبيب القمص رفائيل أفامينا
إنسان مليان بالبركة والمحبة والتواضع، ووجودهم في القرعة بالحقيقة هم كانوا أحق مني. بذكر كمان الاثنين أباء اللي كانوا ويانا في الخمسة، أبونا دير أبائي وإخواتي في دير الأنبتشوي، وكل اللي رفع صلاة من أجلنا، وبشكركم كلكم. نعم طبعا طبعا، واحنا في الوقت ده بنقدم شكر للدولة وممثلة أيضا في أجهزة الإعلام اللي اهتمت اهتمام شديد بنقل الحدث الجميل ده والمحبة اللي أظهروها منذ نياحة سيدنا البابا الأنبا شنودة وحتى اليوم في محبة وسلام. وبرفع شكر للجميع وبطلب من ربنا صلواتكم إن ربنا يعيننا على هذه المسؤولية ويكملها لنا بسلام ويدينا كلنا النهاية الصالحة. بعد ما نختم الصلاة هنا هنروح كلنا مزار البابا شنودة، وبعد كده المضيفة، ونسلم على كل واحد.